السلام عليكم الأولاد، مرحبا بكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام أنتم بخير. حبيت نحكي في موضوع مهم برشا، إن شاء الله يفيد العباد الكل، وإن شاء الله يهم الناس اللي تحب تتفرج في الفيديو وتحب تتبع الفيديو للآخر. تشجعك اللايك وخلينا كومنتار بعد ما نكملوا الملاحظة اللي باش نحكوا عليها توا على اللعبة هذه. حاجات خطيرة قاعدة تصير وحاجات ماهيش نورمال قاعدة تصير. بما انه انت من اللعبه تعرف ان الناس كل يعني قبل كانت تدخل تلعب لعبه يلعبوها نورمال، وكانوا الناس ما يهتموش بالمظاهر، ما يهتموش باللبس، وما فماش تردد، ما فماش حاجات تخلي اللاعب يكره اللعبه، خاصه تم صغار. نشوف في حاجات برشا قاعده تصير مده الاخرى العامين الاخرانيين، تكاثروا الكوزينات كما تقولوا، تكاثروا البنات، تكاثر ودر صغار، تكاثر الناس اللي تسب، الناس توكسي، تكاثر عندهم الاحترام. يعني وليت حتى تدخل في اي جيم، تدخل في اي جيم يسبوك، تدخل في اي جيم حتى من غير ما تعطي حد شيء يسبوك، يتعدوا عليك، يقولوا كلام ماهوش باهي، يحقروا الانسان ما يصبش اللي بتاعه طايح. حتى كي تعمل عالميه يدخل واحد كونت تاعو جديد يطردوه، المعاملات خايبه. وهذا اللي صار، هذا صار بعد ما دخلوا البنات، بعد ما دخلوا البنات تقريبا بعامين ولا 3 سنين، كانوا قبل ما يعرفوهاش، ما يلعبوهاش، ما يعرفوش حاجه اسمها فري فاير. والمشكله انهم دخلوا سيبونا في الهرمونات الانثويه نتاعهم، علموا شباب انهم يولوا يخدموا في مخاخهم. يعني كان الانسان على الاقل كي كانت عنده نيه خيبه، كان كي يبدا مع اولاد ولا يبدا مع مجموعه ما يعمل حد شيء. ولو كي يشوفوا بنات خاصه في الطرح، يشوف طفل يتحول ينجم يتنمر على صاحبه، ينجم يتنمر على الشخص اللي داخل معاهم عشوائي، باش يبين قدراته اللغويه قدام الطفله، باش الطفله تعجب بيه وتبدا هي في بالها انه قاعد يخرف من اللعب. المشكله اللعبه هي تعبت بالكره، تعبت بالنسويات برشا. يعلموا في الناس في حاجات منكم، محتويات تهبط على تيك توك، حاجات تهبط على الفيسبوك، تهبط على اليوتيوب، يعلموا فيهم في حاجات في اللايف. زادا تلاحظوا انه كي تحل طفله لايف تجيب مشاهدات اكثر من انه راجل يحل لايف. تلاحظوا زادا انه الفيديوهات نتاعهم تجيب مشاهدات اكثر من محتوى نتاع الاولاد، يعني بسبب الذكوره الخرفان اللي يلحسوا البنات نهار كل، ديما اعطيني الاي دي، اعطيني هذه، اعطيني هذه، ويجري ورا البنات وهي ماهيش مع براتو. عاملين عقد نفسية حتى في لبستهم في اللعبة. تبدأ في لعبة هي تبدأ تلبس وتلبس وتزين، وما تدخل جيم كان كي تخمم 20,000 مليار تخمام باش تدخل تلعب جيم، فهمتي؟ مادام طفل، وطفل قاعد عادي يدخل نورمال، ما يركزش على المواضيع التافهة انه باش يدخل شكون ولا باش يقبل. صحيح ثم كورة انه ما يدخل كان مع ناس تلعب ولا يسب ولا يطرب، بسبب انه تعلم من البنات هذوكم. مع انه ما يمنعش اللي تم بنات محترمين بطبيعه ما نجمعوش السكول، لكن الاغلبيه نفس الفكره فسدوها اللعبه، وهذا اللي خلى برشا عباد تبطل منها، برشا عباد تبعد عليها بالتكبر، الغرور والتكبر والمشاكل الحياه حطوها في اللعبه لهنا. يعني شاب بالعقد نتاعه حطها في لعبه، تصرفاته في الحياه حطها في لعبه، ما فهمتش شنو الا الحاجه اللي تخليه معناتها مرتاح نفسيا كي يعمل الحاجه هذيك، يعني شيخ عليها هو. بينما هو نجم يلعب ويخرج على راهم، ثم حتى بروبليم عرف ناس اللي ماذا بيه يبقى معاهم، ماهوش باش يعرف الكره الارضيه كامله، هو مش كل مره يبدل واحد وين يتعب المزاج نتاعو، يبدل الاصحاب نتاعو، يحسر على الاصحاب القدم، يحسر. والله هكا الاولاد، حبيت نحكي في الموضوع هذا، ان شاء الله عجبكم. وإذا عندكم إضافات تحب تزيدوها في الكومنتار زيدونا في الكومنتار، وإذا عجبكم المحتوى نكملوا عليه، كل مرة نحكوا حاجة على الفري فاير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.